المأمورية الثالثة، من من الموريتانيين لم يلك لسانه هذه الكلمة حبا فيها أو رفضا لها؟ في الآونة الأخيرة طغت على المشهد السياسي مبادرات داعمة لبقاء الرئيس على سدة الحكم، مما يتطلب على الأقل تغييرا في الدستور الذي يمنع عليه الترشح للمرة الثالثة. ليطرح التساؤل بشكل جلي، ما هي الدواعي لهذه المطالبات وإلى أي حد سيصل صداها؟ قبل هذا وذاك، ما هي دواعي تحديد المأموريات أصلا؟ وما الذي طرأ حتى تنقلب الخيارات 180 درجة منذ 2006 إلى اليوم؟ وماذا عن السيناريوهات المطروحة الأخرى؟ أهلا بكم في أولى حلقات برنامجكم أصداء للعام 2019. لم يكن تحديد المأموريات الرئاسية أصلا مطلبا شعبيا في موريتانيا، ربما كان كذلك بالنسبة لنخبتها، لكنه لم يكن بذلك الإصرار، لأن تلبيته ظلت بعيدة المنال. لكن التعديل الدستوري 2006 حمل بين طياته ما وصف أنذاك بالمواد المحصنة، والتي تقف إحداها في وجه بقاء الرئيس، أي رئيس، في سدة الحكم لأكثر من 10 سنوات، وهي فترة مأموريتين مسموح له بهما. عرفت موريتانيا في السابق أطول فترة قضاها رئيس منذ استغلالها، هي فترة الرئيس الراحل المختار الداداه الذي حكمها منذ استقلالها سنة 1960 إلى غاية العام 1978. أما الرئيس الأسبق معاوية السيد أحمد الضايعة فقد حطم الرقم القياسي حين اعتلى رئاسة البلاد منذ سنة 1984 إلى غاية العام 2005. ربما أثرت التجربتين على الموقف من طول فترة الحكم لما يصاحبهما من تراجع للديمقراطية واستشراء للفساد والمحسوبية وكبت للحريات، مبررات كانت مستساغة إلى حد بعيد في العام 2006 بعد خروج البلاد للتو من حكم دام 21 عاما، ولامست المادة المعنية بتحديد مأموريات الرئيس هوى في نفوس العامة والنخبة على حد سواء، كما ساهم طرحها ضمن التعديل الجديد للدستور في نيل ثقة الشارع في الداخل والشركاء في الخارج بالسلطات الحاكمة في تلك الآونة، والتي تسير فترة انتقالية وعدت فيها أن تسلم السلطة للمدنيين بعد إجراء انتخابات رئاسية في العام 2007. في العام 2019 بات هناك حراك مناهض لتحديد المأمورية يتنامى شيئا فشيئا، إلى أن تبناه أطر الولايات ما فتح النقاش حول ما الذي حملنا على تحديد المأموريات أصلا حتى يكون المطلب اليوم هو فتحها. معي الإعلامي المصطفى والمحمد محمود، المدير الناشر لوكالة المرابع ميديا. مصطفى، قبل أن نتحدث عن المأمورية الثالثة، أولا ما دواعي تحديد المأمورية كما هو في الدستور الحالي؟ شكرا جزيلا في البداية لقناة الساحل، شكرا لفريق برنامج أصداء على هذه المقابلة الأولى في 2019. صحيح. كل عام وأنتم بخير، وأنت بألف خير، وكافة الموريتانيين تنعم بالأمن والاستقرار والرفاهية. شكرا جزيلا. في الرد على سؤالكم، لماذا، ما هي الدواعي لتحديد المأموريات أصلا قبل أن نطالب بفتحها، ما هو الداعي الذي أدى بنا إلى تحديدها أصلا؟ سؤال مطروح طبعا. سؤال وجيه. في دستور 61 تمت إضافة مادتين أساسيتين، اولا بما يتعلق بالحوزه الترابيه، والماده الثانيه تتعلق بشكل الجمهوريه، هذا في دستور 61. في دستور 91 مع التعدديه الحزبيه
أضافوا أيضا مادة أخرى تتعلق بالتعددية الحزبية. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعود إلى الحزب الواحد أو إلى الحزب بدون أحزاب متعددة. أما في عام 2006 فقد تمت إضافة إغلاق فتح المأموريات في عام 2006. الهدف منها هو أن يكون هناك تداول سلمي على السلطة، هذا في عام 2006. إذن من 61 إلى 91 إلى 2006 كل هذه المواد لها أهداف ومن ورائها قصد بما يتعلق ب والآن لم يعد هذا المطلب مطروح، التداول على السلطة. قلت بأن السبب هو التداول، هو المطلب تداول على السلطة. الآن يبدو أنهم باتت هناك رغبة في إبقاء السلطة نفسها. نحن نعلم بأن من الستينات حتى السبعينات كان هناك الرئيس المختار الدداه رحمه الله، كان المختار شمولي، يعني المختار انتقل من 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 القصر الرئاسي إلى السجن مباشرة. في 84 حتى 2005 كان هناك الرئيس معاوية والسيد أحمد الطايع، انتقل من القصر الرئاسي إلى المنفى مباشرة. في هذه المادة بالذات يحاولون أن ينتقل الرئيس من القصر إلى منزله وإلى عائلته الكبيرة وهو الشعب الموريتاني. بهذه المادة بالتحديد وبإغلاق المأموريات لا تزيد على مأموريتين تكون القضية قد حسمت وقد حلت، أن يكون الرئيس الذي كان على كرسي قد سلم السلطة طواعية، وأن تكون هناك انتخابات أيضا رئاسية شفافة ومشاركة الجميع، وأن يأتي رئيس آخر منتخب ويسلم الرئيس الذي كان في السلطة الحكم، ويكون هناك تداول سلمي على السلطة، وبالتالي نغلق الأمور أمام فتح المأموريات، إما أن ينتقل من الرئاسة إلى المنفى أو من الرئاسة إلى السجن. البعض يقول كلام غير هذا، يقول بأن تحديد المأموريات آنذاك لم يكن مطلبا مطروحا لدى الشعب الموريتاني الذي تعود على تأييد أي نظام يكون موجود، إنما كان فقط نوع من ما قدمه الجيش آنذاك في تبرير انقلابه، فهو حدد فترة الحكم الانتقالي التي حكمت آنذاك، وكذلك عدل في الدستور، وخاصة هذه المادة ليقول بأنه جاء من أجل تطبيق ديمقراطية معينة. البعض يقول هذا الكلام، ما رده؟ بعد انقلاب 2005 كان هناك إجماع وطني شامل، وفي 2006 تم تعديل الدستور وأضيفت هذه المادة بموافقة المعارضة والموالاة وكل الشعب الموريتاني في عام 2006 حتى يكون هناك تداول سلمي على السلطة، لأن الرئيس الذي كان يصل إلى السلطة لا يتحرك من الكرسي أو لا يخرج من الرئاسة إلا إلى المنفى أو إلى السجن كما قلت آنفا. وبهذه المادة نكون قد أغلقنا الباب لأمام الأمور التي قد تؤدي إلى عدم تداول سلمي على السلطة، إلى انقلابات عسكرية أو إلى ما شابه ذلك، وبالتالي تكون هذه المادة قد أغلقت الباب أمام كل ما من شأنه أن لا يسمح بالتداول السلمي على السلطة. لكن هذه المادة التي أريد منها أصلا أن تغلق الباب أمام الانقلابات العسكرية، هي لم تغلق، فتحت الباب أمام انقلاب 2008 الذي جاء بالسلطة التي فيما بعد ستكون منتخبة ديمقراطية بعد اتفاق دكار طبعا، لكن قبل ذلك كان انقلابا واضحا على رئيس منتخب كان ومع المادة الدستورية. في هذه النقطة بالذات في عام 2008 كانت هناك مرحلة كل الشعب الموريتاني يعرف هذه المرحلة بالذات، وكيف كانت المؤسسة العسكرية، لأننا نحن تم انتخاب سيد محمد الشيخ عبد الله آنذاك في 2006، بعده مباشرة بعد ذلك بسنة وخمسة أشهر تحركت ما يسمى النواب داخل الجمعية الوطنية، وكانت هناك أشياء كثيرة مما دعا أيضا. كانت هناك محاولات بطرق ديمقراطية لا أقول بطرق ديمقراطية لكن كانت هناك أزمة خانقة في البلد كادت أن تؤدي إلى كل شيء إلى 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 خراب أو إلى دمار لا قدر الله، وبالتالي كان لابد مما
حدث أن يحدث في تلك الفترة عام 2008، لكن أعتقد بأن ما فيه نحن الآن مختلف تماما عن عام 2008 أو عن عام 2005 أو عن عام 61. ما تعيشه موريتانيا في هذه الظرفية، الوعي الشعبوي لدى الشعب الموريتاني والطموح أو السعي إلى أن نشاهد تداول سلمي على السلطة كما شاهدناه عام 2007 عندما سلم الرئيس الراحل الحكم للرئيس المنتخب المدني السي محمد بن شيخ عبد الله. أعتقد بأن هذا طموح كل الموريتانيين، وهذا ما عبر عنه الرئيس محمد عبد العزيز في أكثر من مناسبة. لكن الرئيس الذي تسلم السلطة بعد علي محمد فال لم يذهب، ربما لم يذهب إلى السجن بعيدا كما ذهب سابقوه أو إلى المنفى، لكنه أيضا سجن لوقت معين قبل أن يطلق سراحه ويذهب إلى لمدن مسقط رأسه. يعني أن المادة لم تحصن أي شيء آنذاك. لا، أنا قلت لك أن في 2008 كانت هناك مراحل مختلفة مرت بها موريتانيا من 2007 حتى 2008، أزمة سياسية، أزمة دستورية، أزمة على كل المستويات، وبالتالي كان ما حدث لا بد أن يحدث، وحدث ما حدث وتم الاتفاق كما سمي باتفاق دكار، وعادت الأمور إلى مجاريها وعادت الأمور، وانتخب رئيس جديد بمشاركة كل الشعب الموريتاني وبمشاركة كل الأحزاب السياسية وبمشاركة كل الطيف السياسي، حتى أنه تم منح وزارات سيادية للمعارضة آنذاك، منها وزارة الداخلية، منها وزارة الإعلام، منها وزارة الدفاع، يعني حتى تكون الأمور شفافة وتسير على ما هو مرسوم لها. لكن هذه المادة التي اعتبرتها ضمن المواد شبه المقدسة أو المحصنة كما تريد، المحصنة في الدستور، هي الآن أمام موجة عارمة من المطالبة بتعديل هذه المادة، خصوصا للمطالبة بمأمورية ثالثة للرئيس الحالي، وهذا ما سنناقشه في الفقرة الموالية من أول حلقة من برنامج أصداء لسنة 2019. الرئيس الذي أقسم على عدم المساس بالدستور من أجل بقائه لا يأتي المطلب بالتعديل الدستوري من جهته هذه المرة. المطلب تتبناه قوى شعبية لم تؤدي القسم على تحديد مطالبها، وباتت صريحة أكثر من أي وقت مضى، بل وصلت مطالبتها إلى إلغاء الدستور برمته وكتابة دستور جديد قد لا يتطابق مع رؤية 2006 المختشية من إطالة أمد الرؤساء في الحكم، بل على العكس تماما، فقد تتبنى فتح المأموريات من جديد، وإلى ما شاء الله قد تفتح أيضا سن الترشح في أي دستور جديد، وهو مطلب قديم للمعارضة لم تعد ترفع به الصوت مؤخرا، مخافة ربما من اقترانه بفتح المأموريات التي تغض مضجعها كثيرا. تصريحات الرئيس حول نيته الترشح لمأمورية ثالثة ظلت عكس المطالب المطروحة تماما وكانت صريحة للغاية، لكن ما يضفي ضبابية على المشهد هو تلك التصريحات المسموح بها على الأقل، والتي أتت لأول مرة من الحكومة السابقة. وزراء تحدثوا عن بقاء النظام والتشبث بشخص الرئيس، تصريحات تأتي كلما انتفى مفعولها بسبب أحاديث الرئيس المكررة والصريحة حول الموضوع. اليوم وبعد مطالبات غير رسمية وغير وازنة أحيانا، جاءت مطالب إن لم تكن رسمية فهي وازنة على الأقل، وتتم تحت أعين ومسامع الجميع، بل مع تأييد ضمني أحيانا من طرف رسميين. إذن معي الإعلامي دائما المصطفى محمد محمود، المدير الناشر لوكالة المرابع ميديا، أهلا بك من جديد. المصطفى، يعني المأمورية الثالثة
باتت مطلبا للكثير من الأطر أو ما يسمى سابقا بوجهاء الولايات. الآن هي منظمة بشكل شبه رسمي، قبل أن كانت مطالب متطايرة إن صح التعبير، الآن أصبحت بشكل منظم أكثر وتتنامى شيئا فشيء. هل هذا نوع من كره تلك المادة التي صوت عليه الشعب الموريتاني أيضا سابقا بتحديد المأموريات وتقول أنت أنها محصنة؟ لا، أولا لا هي رسمية ولا هم يحزنون. في اعتقادي بأن ما نشاهده اليوم في هذا الحراك السياسي كله هو بعد الذكرى الاستقلال المجيدة وبعد عودة رئيس الجمهورية من ولاية الحوض الشرقي بعد أن أشرف على تنظيم عيد الاستقلال المجيد هناك. ما شاهدناه في الأسابيع الماضية من خروج بعض أطر ووجهاء الولايات الداخلية هو يدخل حسب رأيي الشخصي وحسب ما عبروا عنه هم أنفسهم، يدخل في نطاق التمسك أو رد الجميل أو العرفان بالجميل لمن تربع على الكرسي لمدة 10 سنوات مأموريتين متتاليتين وأنجز حسب ما يقولون ما عجز عنه آخرون طيلة 50 عاما مضت، وبالتالي يرون بأن التمسك بهذا النهج، التمسك بهذه المسيرة وسموها بمسيرة البناء والتشييد والبناء هو الذي يمكن أن تسير عليه موريتانيا في المستقبل، وبالتالي طلبهم بتمسك بنهج برنامج رئيس الجمهورية، هذا البرنامج الذي وصفوه بالإصلاحي لا يعني ما أشرت إليه من بعيد ولا من قريب حسب ما عبروا عنه وحسب اعتقادي. لكن الرئيس صرح أكثر من مرة في السابق وقبل فترة قريبة بأنه لا ينوي الترشح أو ما يفيد بأنه لا ينوي الترشح لمأمورية ثانية، لا ينوي تعديل الدستور. كانت تصريحات يعني واضحة وصريحة في هذا المجال وأنه يريد أن يحترم دستور بلاده، لكن هذه التصريحات التي استمرت منذ أمد، كلما جاء تصريح للرئيس حتى في السابق كنا نشاهد بعدها مباشرة إما تصريح لرئيس الوزراء إما تصريح لوزير داخل قبة البرلمان ينفي ذلك أو يقول شيء معاكس لما يريده أو صرح به الرئيس حول موضوع التعديل الدستوري. كذلك حتى أن الناطق الرسمي باسم الحكومة مرات عديدة يقول نحن متمسكون بالرئيس، يعني كل ما صرح الرئيس تصريح واضح في هذا الصدد يأتيك تصريح شبه رسمي أو رسمي يضعك في ضبابية، يعني ما الأمر؟ هذا لكل تصريح تأويل ولكل تصريح مفهوم، وبالتالي لهم الحق في أن يصرحوا بما يشاءون، هكذا هي الديمقراطية وهذا هو الرأي والرأي الآخر، لك الحق أن تفهمه كما تشاء ولهم الحق أيضا أن يصرحوا كما يشاءون، وبالتالي هم أكدوا على أنهم لن يتخلوا عن الرئيس وعن نهجه وعن برنامجه. هذا لا يعني أن الدستور أو المأمورية مادة المأموريات ستعرض للحل، وبالتالي هذا المفهوم ربما هم لم يقصدوه أو عبروا أنه ليس هو المراد من التصريحات، وهذا ما عبر عنه رئيس الجمهورية في كل لقاءاته الصحفية. وبالتالي ما نشاهده اليوم من الحراك السياسي أعتقد أن الأسابيع المقبلة القليلة ستكون لها إجابات شافية على كل هذا الحراك الشعبي الذي نشاهده أسبوعيا. لكن هذا الحراك ميزته أنه يتنامى مع الوقت وأنه شبه محتضن بشكل شبه رسمي، يعني وهناك قصر المؤتمرات يفتح أمام المطالبين بالمأمورية ويطالبون، حتى أن وجهاء جوجة لم يطالبوا بالمأمورية بل طالبوا بإلغاء الدستور. قصر المؤتمرات يفتح أمام كل من يدفع لأنه قاعة للاجتماعات ولكل من حتى للمعارضة وحتى للموالاة وحتى للمحايدين كمان، لكن أعيد وأكرر بأن ما نشاهده اليوم من هذا الحراك السياسي في ما يتعلق بالتمسك بنهج الرئيس، التمسك ببرنامج رئيس الجمهورية، التمسك بشخص الرئيس. الرئيس قال في كل خرجاته الإعلامية أنه لن يخرج المشهد السياسي، وبالتالي ما نشاهده اليوم من حراك سياسي وشعبي هو مفاده أنهم
متمسكون بما قاله رئيس الجمهورية. بماذا؟ بأنه لن يخرج من المشهد السياسي، وبالتالي ما نشاهده اليوم في هذا الحراك الشعبي هو دليل ساطع على أن الشعب الموريتاني أو من يتحرك اليوم من قادة الرأي السياسي أو جل النخب السياسية أنهم متمسكون ببرنامج رئيس الجمهورية، متمسكون بهذا النهج، ولا يريدونه أن يتوقف بعد تسلمه للرئيس المنتخب القادم السلطة، وبالتالي يتواصل من سيأتي بعد رئيس الجمهورية أن يحمل هذا المشعل ويواصل المسيرة وتتواصل المسيرة، وهذا كل ما 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 ما, ما نشاهده اليوم. دعني أبقى عند نقطة تنامي هذا الحراك الموجه إلى مطلب بقاء الرئيس ولو بتغيير الدستور. قبل مدة شاهدنا ما يسمى بحملة المليون مطالب من أجل مأمورية ثالثة. كان هذا الحراك، الرئيس تبرأ من هذا الحراك وقال بأنه لا يعرف صاحبه وليست له معه في خرجة الإعلامية الأخيرة أن ليست له معه أي اتصالات. شيئا فشيئا رأينا مطالب أيضا شبه فردية، تكرر على مسامع الموريتانيين مطلب المطالبة بالمأمورية الثالثة. بعد ذلك الآن خرج الأمر إلى حد خروج وجهاء المدن أو الولايات إن صح التعبير، ثم تكرر الأمر مع عدة ولايات ويقال بأن الولايات الأخرى هناك حراك أيضا جاري لخروج هذه الولايات وأنه سيعزز بخروج يعني مشترك بين جميع هذه الولايات في العاصمة نواكشوط من أجل المطالبة ببقاء الرئيس بأي طريقة. ألا ترى أن هناك منحة شبه الأمر يعني مقبول؟ الرئيس يرفض من ناحية لكنه من ناحية أخرى الحراك يعني جاري أمام عينيه. كما تشاهد في الساحة السياسية منذ وصول هذا النظام لدفة الحكم في موريتانيا من تعبير عن الضمير ومن حريات في الإعلام ومن حريات في التجمع ومن حريات في التعبير عن ما يجول في خاطر أي إنسان مهما كان موالاة أو من المعارضة أن يعبر عن ما يراه هو. لكن بيت القصيد، ماذا قال صاحب القرار؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن نناقشه اليوم. ماذا قال صاحب القرار؟ صاحب القرار قال لن ألجأ إلى الدستور، لن ألجأ إلى أن أغير قسمي الذي أديته أمام الشعب الموريتاني. وبالتالي ما نشاهده اليوم مرة أخرى وما يخرج من هنا ومن هناك هو مجرد تعبير لا إرادي، وقوف واعتراف بالجميل لصاحب هذه المسيرة الذي يسمونها بمسيرة البناء والتقدم والانسحاب. هناك تجربة سابقة في العالم العربي، خصوصا أذكر اليمن على حد ذاكرة، أذكر اليمن مثلا الرئيس علي عبد الله صالح الراحل، الرئيس الراحل لليمن علي عبد الله صالح سبق وأن أيضا قال بأنه لن يترشح لمأمورية ثالثة. كان هناك حراك قوي من اليمنيين آنذاك كما أذكر، وثم فيما بعد قبل هذا الترشح وعدل الدستور أو لم يعدل الدستور، كان الدستور يسمح له بذلك، فقط هو ترشح من جديد قبل رفض كبير. يعني هو في مهرجانات وقف ورفض ثم عاد وقبل. أخي وزميلي سياسي يعني كل شيء مقبول. أخي وزميلي حمدنا، نحن نتحدث عن رجل سياسي عسكري اسمه محمد عبد العزيز، رجل يقول ويفعل. عسكري سابق. عسكري طبعا عسكري سابق، وهذه مفخرة لنا كمواطنين موريتانيين، نفتخر بهذه المؤسسة العسكرية، بهذه الخلفية العسكرية. لا 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 لا, لا, لا نطاطي رؤوسنا عندما نقول المؤسسة العسكرية، نفتخر بهذا الاسم. لكن لدينا حساسية الانقلابات. لا 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 لا، لكن نحن نتحدث عن رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز، عندما يقول يفعل، عندما قال في أكثر من مناسبة أنه لن يغير الدستور ولن يلجأ إلى أن يفند ذلك القسم، هذه دلالة واضحة أن ما نشاهده اليوم هو مجرد تعبير وتعلق واعتراف بالجميل لصاحب هذه المنجزات في العشر السنوات الأخيرة. جميل. هناك عدة أيضا، كانت هناك عدة كان هناك تحاليل، عدة تحاليل تقول بأن هناك شخصيات أخرى مرشحة لهذا المنصب ولم يتضح هذا بعد. سنناقش حظوظ هذه المطالب وكذلك الشخصيات التي يمكن أن تحل محل الرئيس في حالة لم يترشح في فقرتنا المقبلة.
مع أن الوقت بدأ ينفد أمام الإجراءات التي يتطلبها خيار بقاء الرئيس، إلا أن الحراك نحو هذا الهدف يتنامى على أرضية مهيئة لاحتضانه. أما بعض القراءات السياسية فإنها ترى أن حظوظ تحقيق هذه المطالب يتضاءل ليس في عدم القدرة على تنفيذها، إنما لعدم الرغبة أصلا في الإقدام عليها من طرف الرئيس. وفي حال اعتماد هذه القراءات فإنها تفتح بابا آخر من التكهنات لا يقل أهمية عن الأول، وهو تحديد مرشح النظام الذي صرح الرئيس سابقا أنه سيدعمه. في آخر حديث وصف بغير المسبوق هو حديث الرئيس عن رفيق دربه ووصفه بالوفي، وإن نفى ضمنيا أن يكون قد حدده كمرشح لخلافته، إلا أن الأصابع تتجه نحوه، وتحديده بالاسم من طرف الرئيس والقول بأنه إلى حد الآن هو وزير للدفاع كلها أعطت إشارات عززت من الموقف القائل بأن وزير الدفاع هو مرشح النظام المقبل للرئاسة. كما يضاف إلى ذلك تصريح سابق للرئيس يقول فيه أن العسكريين لن يقبلوا أن يحكم بهم من طرف أي كان كما حصل لهم في السابق، حين أكد أن العسكريين لم يحكموا يوما بل حكمت بهم لوبيات الفساد على حد وصفه، والتي تمتعت بالمزايا وزجت بالمؤسسة العسكرية في الواجهة. ما يعني أن الرجل المحصن من أن يكون أحد هذه اللوبيات هو رفيق دربه ذو الخلفية العسكرية والبعيد من تلك اللوبيات المدنية، ومع ذلك يبقى تحديد الرجل كخيار لخلف الرئيس مجرد تحليل وليست معلومات، ما يجعل السلطات الحالية من أمهر الأحكام المتعاقبة في حفظ أسرارها حين استطاعت تمويه قرارها المستقبلي، سواء في بقاء الرئيس من عدمه أو اختيار هذا المرشح أو ذاك لخلافته. إذن معي دائما الإعلامي المصطفى والمحمد محمود المدير الناشر لوكالة المرابع ميديا، أهلا بك من جديد. حمد حمود كنا قد مصطفى أحمد حمود كنا قد تحدثنا في الفقرة السابقة عن جدية المطلب بالمأمورية الثالثة أو تجاوب النظام معه، لكن هناك أيضا شخصيات سبق أن طرحت أو البعض رآها في تحليلاته لمجريات الأحداث السياسية بأنها قد تكون هي الشخصيات المرشحة، ولكن هذه الشخصيات تعددت. هناك مثلا يطرح اسم وزير الدفاع بكثرة، طرح أيضا اسم رئيس البرلمان وأسماء أخرى عديدة، البعض يتحدث عن بيدل الهميد، البعض يتحدث عن سقير المبار، البعض يتحدث، يعني أنت كيف ترى الأمر؟ الرئيس أيضا لم كما أنه لم يستجب لهذا المطلب إلى حد الساعة، هو أيضا لم يفصح عن مرشحه الذي قال في مرحلة سابقة أنه سيدعمه. شكرا جزيلا. صحيح، لكن ما أعرفه هو أن الرئيس المقبل لموريتانيا سيكون من رحم هذا النظام، سيكون من حمل المشعل مع رئيس الجمهورية في ثورته ضد الفساد والمفسدين في ثورته صحيح في ثورته ضد الفساد والمفسدين كما قلت. لكن من الأرجح أن رفيق درب رئيس الجمهورية معالي وزير الدفاع الفريق محمد القزواني هو المرشح الأبرز بعد لخلافة رئيس الجمهورية لعدة عوامل كثيرة. مثلا على سبيل المثال أن الرجلان يثق كلاهما بالآخر، كلهما يعرف وطنية الآخر وحبه لهذا الوطن ودفاعه المستميت عن هذا الوطن وعن هذا الشعب، وبالتالي هناك ثقة مطلقة لرئيس الجمهورية في رفيق دربه. أيضا هناك أيضا نقطة جوهرية أخرى يجب أن لا نتحاشاها، هو أن وزير الدفاع الفريق القزواني يحظى بشعبية محترمة لدى الناخب الموريتاني، لدى الشعب الموريتاني، فهو يحظى باحترام وتقدير
حتى من المعارضة نفسها في التاريخ. يسميه بأنه شخصية توافقية. في التاريخ القريب نعلم والشعب الموريتاني يعرف كيف كانت العلاقة الممتازة بين رئيس الجمهورية ورفيق دربه محمد ولي القزواني، وعبر عن ذلك كثير حتى في مقابلته الأخيرة في فندق في مدينة تشيت في المدن القديمة في ولاتة، عفوا في ولاتة، عبر عن ذلك وأشار إليه بأنه رفيق دربه، وبالتالي من الأرجح أن يكون الرئيس القادم هو الوزير مرشح الأغلبية هو الوزير الفريق محمد ولي القزواني. هذا ما ترشح، لكن البعض يقول بأن الرئيس عندما صرح مؤخرا فيما يتعلق بهذه الشخصية بالذات لم يقل بأنه مرشح، قال بأنه لم يحدد من هو المرشح إلى حد اللحظة. صحيح، هذا عبر عنه، قال إنه سيدعم. عندما سئل عنه قال هو رفيق، يعني رفيق درب، رفيق درب والآن هو وزيرا للدفاع بهذه العبارة، قال هو رفيق درب والآن هو وزيرا للدفاع، ولم أحدد حتى الساعة من سأرشح، وبالتالي يترك المجال مفتوحا حتى وقته في دفع الملفات الرئاسية. لكن كل ما نشاهده أو كل ما من يقرأ الساحة السياسية لا يدع شكا بأن رجل المرحلة المقبلة أو هو رفيق درب رئيس الجمهورية الوزير والفريق محمد القزواني. لكن البعض من المحللين يقول بأن النظام ربما يجس النبض داخليا وخارجيا، لأن مسألة المأمورية الثالثة لا تعني الداخل أكثر مما تعني أيضا الخارج. يقولون بأن النظام يجس نبض الداخل والخارج إذا كان هناك من إتاحة فرصة لإمكانية حصول هذه المأمورية يقوم بها، وإلا وإذا لاحظ أنها لا تمكن في الوقت الحالي أيضا يتراجع عنها ويقدم مرشح، وأن هذا هو سر ضبابية موقف النظام فيما يخص الإعلان عن مرشحه أو الإعلان عن قبول المبادرات المطالبة بالمأمورية الثالثة. ما قوله؟ لا، في اعتقادي أن ليس هناك جس لنبض القلوب، لأن النظام ما عندما يقدم على أشياء يقدم عليها بكل جرأة ووضح النهار، وهذا ما عبر عنه رئيس الجمهورية في مقابلاته الأخيرة الإعلامية. وبالتالي ما أشاهد لهم من هذا الحراك السياسي في وجهة نظري الشخصية لا يتعدى كونه اعتراف وكونه تمسك وكونه برد الجميل لمن يرونه صاحب هذه القفزة الاقتصادية الكبيرة التي حصلت عليها موريتانيا بكل، عندما أقول موريتانيا أقول بكل مناطقها وبكل ألوانها وبكل أطيافها، وهذا ما يحدو بهم أن يخرجوا تارة إلى قصر المؤتمرات وتارة إلى الساحات العمومية للتعبير عن تمسكهم، من يرونه ملجأهم هو هذا النظام ومن وجدوا فيه ضالتهم التنموية والاقتصادية والإعلامية والاجتماعية. ما هو السيناريوهات المتوقعة بالنسبة لك لمستقبل رئيس الجمهورية إذا كان لا ينوي حقيقة ولا يريد مأمورية ثالثة؟ سؤال ممتاز جدا. يعني ما أراه من السيناريوهات هو كالآتي: أن بعد عندما ينتخب رئيس جديد للحزب الحاكم ومن المرجح أن يكون وزير الدفاع الحالي رفيق درب رئيس الجمهورية، وعندما يترشح أيضا من طرف الأغلبية الحاكمة كمرشح للرئاسة، بعد فوزه سيعود رئيس الجمهورية إلى الشعب كما كان سابقا في أحضان شعبه الذي عبروا له عن تمسكه به وعن نهجه الإصلاحي، وبالتالي المسيرة لن يتغير فيها شيء، لأن الرئيس القادم هو من صلب النظام، هو من عاش هذه المسيرة رفقة رفيق دربه، وبالتالي النهج الإصلاحي ونهج مسيرة البناء والتغيير لن يطرأ عليها أي طارئ، بل ستزداد الأمور إلى الأصلح إلى الأحسن، وبالتالي يكون رئيس الجمهورية جندياً
من بين المواطنين الموريتانيين، وبالتالي سيتابع كما قال لن يخرج المشهد السياسي أبدا، سيكون له كلمته، له دوره، له تاريخه، له تاريخه. لا يعني أنا لا أستعمل تلك العبارات التي قد تكون شاذة في مفهوم الشخصي، وإنما أقول سيكون مواطنا مخلصا كما كان لهذا الوطن، يمارس وطنيته والسياسة بكل إخلاص ونزاهة. إذن نحن حسب توقعاتك مصطفى ربما دخلنا فترة من نظام ما يسمى بوتين ميدفيديف، يعني كلاهما يترك الحكم للآخر. لا لا لا، هذا 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 ما عبر عنه عند، وانا كنت هناك في ولايه الحوض الشرقي عند في الخطاب التاريخي الذي احال فيه مجلس الشيوخ الى الحل، قال لن نعمل بالنظام الروسي، لن يكون هناك رئيس وزراء ورئيس ولا، لانه لكل امه ولكل دولة ما يصلح لها، وهذا ما يعبر عنه رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة. ما يصلح لموريتانيا هو أدرى به الموريتانيين أنفسهم، وما يصلح لتونس أدرى به التوانسة، وما يصلح للأفارقة الآخرين أدرى به الأفارقة الآخرين، أما ما يصلح لموريتانيا هو أدرى به الشعب الموريتاني. وسنشاهد الأسابيع المقبلة كل الأمور ستكون واضحة بإذن الله، وسيتضح المشهد السياسي الذي أشرت إليه بضبابية كبيرة جدا. قبل أن نخرج هذه النقطة، ماذا عن فتح سن الترشح؟ هذا مطلب أيضا آخر، والرئيس في خرجته الأخيرة أو قبل الأخيرة قال بأن هناك إمكانية لمناقشة ذلك في البرلمان. أنا أعتقد بأن لا، رئيس الجمهورية أشار بأن كل شيء ممكن مناقشته تحت قبة البرلمان، لأن من هم تحت قبة البرلمان هم يمثلون الشعب، يمثلوننا جميعا، وبالتالي يحق لهم مناقشة كل الأمور التي تطرح تحت قبة البرلمان، وهذا ما أشار إليه رئيس الجمهورية، لأن ليس لديه مانع في أن يناقش كل شيء، لأن البرلمان هو حر وهو منتخب من طرف الشعب، وله الحق أن يناقش كل ما يراه صالح للنقاش. إذن حسب السيناريو الذي ترسم أن الرئيس يترك الرئاسة والجميع يطالب ببقاء. لا قلت هذا أيضا سيناريو، لا يطالب ببقاء نهجه، ببقاء إصلاحه. هم الآن يطالبون ببقائه شخصيا، يعني بصريح العبارة في جميع مبادراتهم. هذا من حقهم، هذه حرية التعبير، لكنه ماذا قال صاحب القرار؟ قال أنا سأبقى جنديا وفيا لبلدي، لن أخرج الساحة السياسية، اللعبة السياسية، سأبقى بين أبناء وطني، سأبقى جنديا مدافعا بكل شراسة، بكل ما أوتيت من قوة عن حق هذا الشعب وعن مستقبل هذا الشعب من أجل الازدهار والنمو والنماء، ومسيرة البناء كما قال هي متواصلة. لأن هنا نقطة مهمة جوهرية قبل أن نختم الحلقة، هو أن رئيس الجمهورية حاول خلال مأموريتين أن يكون نهجه فكرا، يعني لأن كما نشاهد في الدول المتقدمة يذهب الرئيس وتتواصل المسيرة، لأن نهج رئيس الجمهورية مسيرة بنائه وتشييده متواصلة لن تتوقف إذا خرج، لكن لن تخرج الطريق، السكة الحديدية التي رسمها لن تميل يمينا ولا يسارا، بل ستتواصل المسيرة وستتواصل النهج الإصلاحي الذي طبقه على أرض الواقع، وهذا ما يقصده دائما، وأعتقد ما هو المطالب به اليوم في كل ولايات الوطن. مصطفى محمد حمود، واضح كان تحليلك يشي بأن رئيس الجمهورية سيترك السلطة رغم هذه طواعية، وهذا ما عبر عنه مشاهدينا، يبقى تحليلا وليس معلومات إلى أن تتضح الصورة في المستقبل. هذه تحياتي وتحيات الفريق الذي كان معي، كما أشكر ضيفي العزيز مصطفى محمد محمود المدير الناشر لوكالة المرابع ميديا، شكرا لك جزيلا، وكما أشكر الفريق خلف الكاميرا محمدي ودحمان وكذلك كانتي، والمونتاج سيكون عليه بالطبع محمد ريم تاج الدين. وإلى حلقة جديدة من برنامجكم أصداء في الأسبوع المقبل، هذه تحياتي.